مرحب يا رمضان، وأرحب بضيفي هنا في الاستديو الشاب الجميل والأنيق الأستاذ معتز سعيد، وأنت ناشط مجتمعي من أبناء عدن. حيا بك يا معتز. أهلا وسهلا يا أستاذ علي، مرحبا بك أولا، ثانيا والله سررت جدا بالظهور معك في الله برنامج. يسعدك، وفي البداية أقول لك شهر مبارك، كل عام وأنت بخير إن شاء الله والله بإذن الله، ولكل أبناء عدن. يعود عليك وعلى الجميع وعلى كل طاقم القناة بالخير والبركة بإذن الله والمغفرة والعفو. طيب معتز، اليوم في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة بالذات خصصناها للحديث عن كيف يستقبل أبناء عدن شهر رمضان المبارك. ضعنا في الصورة بشكل موسع. شوف، أنت عندك رمضان يتقسم لأكثر من يعني طريق، سواء أطباق وأكل وشباب ولمة وأطفال وضعهم. أطباق تبدأ بالنساء لما دائما يعني لما يروحوا على الأسواق، يعني عندك سوق الهاشمي، ما معلش إيه سوق الهاشمي هو وكريتر والعذروس، شو المقتضيات تبع رمضان؟ الشربة، العتر، الفلوري، ومعدات المدربش وغيره. حلو، هذه مسميات بالنسبة لي جديدة. هذه ما هي هذا العتر المدربش؟ وضح لنا. شوف، العتر هو نوع من البقوليات يستخدمونه مع الشربة. يعتبر مكمل للشربة. هذا واحد. المدربش هو نوع من الدقيق يعجن ويقلب الزيت ناتج. الفلوري هو برضه نوع من الدقيق ولكن يستخدم لصناعة طبق بحد ذاته من البطاطا ويسمى فلوري. الباقية هي من مشتقات ما يسمى بالفلافل الطعمية، ولكن تصنع عندنا بالدخن أو شيء كذا نوع من الحبوب. هذا وجه. الوجه الثاني الحارة أو بالعدني الحافة. الحافة يا أبو. الحافة. الحافة من ركن لا ركن، من بيت شفيق لما بيت تيسير. كل بيت واحد، الباب على الباب مفتوح، أدهوف الباب وادخل، ما فيش فرق ما بين ذا بيت من وذا بيت من. ناس من قبل رمضان متزاورة، من قبله يجلسوا يعني يوزعوا إيش كل واحد بيعمل برمضان، يشوفوا من في يوم فقير من محتاج ولازم يطلعوا له، يا الله. لازم يعينه. الحريم يتواتوا بمعنى أنهم يجلسوا مع بعض يتكلموا كذا، فهذا مصطلح عدني، يتواتوا. حريم يتواتوا، تلاقي أنه دائما سؤالهم عن أحوال بعض، بالذات من ناحية إنه اللي ما عنديش مقدرة على شيء واحدة تعيني. الأطفال والألعاب النارية، طماش يهبلك طماش في الشارع ومرحب رحب يا رمضان، مثل ما سمعتها في التسجيل قبل. صحيح. غير من كده الدوري، تنسيق اللعب رمضان، الدوري الرياضي طائرة وقدام وكذا، كبة وطائرة بس. كبة معنا طبعا الكبة كرة قدم، وكرة قدم بس هذا مصطلح عدني خلاص، قال لك كبة لعب كبة. وغير من كذا الفطور الجماعي، تلاقى انه كل الحافة خرجت فرشوا الشارع جلسوا يفطروا. غير من نوع الجوامع، جامع أبان وجامع شعب العيدروس وغيره، تلاقي ما قبل رمضان بأسبوع أسبوعين، كيف أقول لك، الجامع يتنظف من داخل، يتنظف كليا، شباب ينطفنوا ويتعاونوا فيبو، كل أبناء الحافة يجتمعون حول الجامع اللي عندهم في الحافة ينظفنوا وينظف السقاعد حقه، وبعدين يجهزوا التمر ويجهزوا القهوة والبن الأسود عشان التراويح وعشان غيره، غير الموالد والأذكار. إنه يتجمعوا الناس عند الشيخ بالمسجد ويجلسوا تراتيل وأذكار ومولد استقبالا للرمضان. على صعيد البيوت بس يختصر لأنه الوقت يعني أكيد. أخيرا البيوت، وهي النهاية. البيوت يا أستاذ علي تتقشط من وإلى، تتقشط معنا تتنظف، والحنة عند الحريم، وهذه رمضان يعني الطقوس استقبال رمضان. يعني الحنة واحدة من أساسيات رمضان لدى النساء، في عدن. نعم. طيب معتز، ما هي الطقوس التي كان زمان آباءكم وأجدادكم في عدن يمارسوها واندثرت الآن، أم العدنيون ما زالوا متمسكون بطقوس آبائهم وأجدادهم وكل هذه حاضرة لليوم؟ شوف، كل ما ذكرته إلى حدك والساعة باقي، وباعتقادي هو باقي إلى قيام الساعة، من المولد إلى بقاءنا مع بعض كتفا لكتف في عدن. يا سلام.
طيب ضعني في يعني يوم رمضاني متكامل منذ وقت السحور إلى حين النوم يعني في الليل، في الصباح أين يذهب أبناء عدن بعد الظهر العصر المغرب كيف يكون الصباح الإفطار؟ الصباح بسبب الحمام ما حد يخرج، الظهر برضه الدنيا هادئة، الحياة تبدأ تنتعش من بعد صلاة العصر. سوق السمك اللي بيجيب سمك واللي يجيب خضار واللي ناقص له حاجة، أذان المغرب تلاقي الناس يا إني بالجامع اتجمعت يا إني بالبيوت فطروا وصلوا مغرب. تنتعش عدن من بعد العشاء خصوصا يعني أيام قبل العيد هذه أواخر رمضان، تلاقي الانتعاش غير طبيعي بالشوارع. اللي حتى ما يخرجش يخرج، ناس رايحة تشتري أشياء وناس رايحة تهني بعض وناس رايحة تشوف بعض لها مدة ما شافتش بعض وهكذا. اللي دائما يلفت انتباهك انه عمرك ما تلاقي حد كده جالس لوحده وحيد، لازم الناس تونس بعض. تجلس بالكورنيش حد بيجلس جنبك يهدر معاك، تجلس بالحافه يعني انت عندك العيال ليش مع نفسك كده، تعال. مستحيل انك تشعر بضجر او ملل لوحدك، لازم تلاقي الناس حولك ومونس عليك. جميل معتز، رغم الظروف القاسية التي تعيشها اليمن اليوم بشكل عام نتيجة الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي، إلا أن أبناء عدن ما زالت كما تفضلت أنت بالحديث اليوم في يسود فيها روح المحبة، المحبة، التآخي، التكافل، التعاون، التراحم أيضا فيما بينهم البين. بالراحة يا سيدي الفاضل، أنت تتكلم على أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية والحرب اللي نعيشها بسبب ميليشيا الحوثي، الجار ما فلتش جاره، وجيل عن جيل راية تسلم إلى راية أخرى، والناس هم ما فيش حد عدن يمكن ينام بالعشاء، لازم الواحد يدق على صاحبه، لازم الواحد يدق على جاره. صعب جدا إنه تلاقي الناس متنافرة في عدن لسبب واحد، لأنه تقدر تقول هذه ما تربينا عليه، التكافل والترابط هذا تربينا على أجيال وأجيال، فهي عادة صعب التخلي عنها. طيب الأكلات الرمضانية الذي تميز عدن أو الحلويات الذي تميز عدن خلال شهر رمضان عن غيرها من المحافظات اليمنية؟ مقالي السمبوسة يتفق عليها الجميع. صحيح، هذه في كل المحافظات أكيد اليمنية، لكن الكاتلس ما حد اتفق عليه. ما هي الكاتلس؟ الكاتلس عبارة عن بطاط مفور، أيوه، يتفرد زي العجين، يتطرح فيه بدقة، يتكور بالبيض والبقسماط ويتقلي مرة ثانية، وده يعتبر شيء رهيب يعني. جميل، هذه في رمضان فقط؟ في رمضان فقط. طيب ايش العشيار؟ العشيار هذا برضه يعتبر مكون رئيسي في العشيار. العشيار هذا هو نفس المخلوط او المقرمش اللي في الحديده او كذا ولا شيء ثاني؟ لا، العشيار هو عباره عن صوص حار ومخلل برضه. يسمى عشيار ليم او عشيار عنبا، عنبا معناها المانجا. ايوه. الفلوري اللي هو البطاط برضه اللي بالدقيق هذا يقلع الزيت، المدربش، الباقيه. ايش كمان لو جلست اذكر لك؟ كثير كثير من الاشياء، يعني الاطباق لو جلست اذكرها بنروح لها بعيد، غير الاطباق اللي متعارف عليها الشفوت وغيره. طيب الوقت داهمنا معتز، بس يعني الاصوات او الاناشيد التي راسخه في اذهانكم انتم ابناء عدن خلال شهر رمضان المبارك. بصراحه انا ما اقدرش اتذكر، لانه يعني طفوله كانت، بس اللي دائما نذكره انه دائما نشيل طماش، العاب ناريه. ايوه، وروح نقرح في الشارع، ودائما نصيح مرحب مرحب يا رمضان وهكذا. يعني احنا وفقنا اليوم في بداية التود اللي اخترناها هذه، او الاصوات الجميلة اللي سمعناها بداية. نعم، وفقتم جدا بها. اي حد من ابناء عدن اليوم يدرك انه هذه خاص بعدن، هذا عبارة عن رمز عدني خالص. انا اشكرك كثيرا، والمعذرة طبعا الوقت ضيق معنا، لا يا سيدي انا اللي سرت كثيرا. الاستاذ معتز سعيد، وانت ناشط مجتمعي من ابناء عدن، اهلا وسهلا فيك. انا سررت بتواجدي معاك، وشكرا والله على الصلاة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ليس علي لأن أشكركم كثير الشكر، وأتمنى لكم صوم مقبول بإذن الله عز وجل وذنب مغفور، حتى نلتقي في حلقات قادمة. نختم هذه الحلقة بهذا الكليب القصير.